داود يا لوحة لقاري حلقي أدنى للداول الهيدين National and International News National and International News brought to you by Dora TV وحبرتان برواخ قارنين لماذا تدوين هالصوماليات كنول مجالة لندن إن واحد كذا واحد يدكم بشارينينا إن ليم إسكيل أكاديمي أي إذن هيان كورسوين كلا دوان أي مركز أي كمديهن إنجليش إنجليش إيسل سيدو كلا كير أي كورسوين كلا وأد مركزي أتكفى إذا سنكرتو ليم إسكيل أكاديمي واحد كأفلحي أرضي بضن أو علم جودو وجود بي إن أي جاران إلى أي هرجة معدات هدي أد مركز أد أبهان تهي إن علم جاد أكورساتو اسلام مركزنا اد كنوشهي مقالده لندن فضلا نغلا سحرر تليفنك اي عنوان كاتن شاشتك كاغ موخده و ليم اسكيل اكاديمي وحبرتان برواخ قارني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جمعه وعن اوناكسن دمان داودياشينا شرفتها هي قيمها لهم ميلو البعض عالمك أدنى قد داوانيسان منطقو أي تاريخ دو تهي شن إيه اللباتنك بيش السديداد إيه سنتك لبادوكون إيه سدح اللباتنك لنمد أه سقالك بيش سفر إيه كون إيه أفر بقل إيه أفرتن إيه شن إيه جريدة داوديا الوركينا ناشنال انترناشنال يوس هبيكان عاوة وحاقن كسو قادن دونا قيمها gaaska guriyaha lagu isticmaalo oo maanta hoos loo dhigay iyadoo qoloyinka loo yaqaan ofgum ay sheegeen in runtii ay dadka ay beerqaamin doonaan lacag badan sidoo kale madama bank holiday monday uu ka jiro waddankan ingiriiska ayaa dhowr tareen oo ka mid ah tareenada waddankan ingiriiska ay sameynayaan shaqo ka fadhiisi iyadoo runtii aad u saameyn doono tareenada aadi doona magaalooyinka Manchester, Liverpool iyo magaalada Birmingham. Qiima Hablood, Samani Tailoring School. لمن هو إنك سوماليات كنول مجالة لندن هي نواحي كذا وحن إذن كبشارينينا إن دوان لفوري دونو قيمة بلود سومالي تايلورين سكول أو مركزي فيا أونلاين إيو أديكم مركزي ستوسا أو إيمانكرا سكولك دوار لي أما حرقان قفولي بسيدو ويقانو هداد وقت هايسو أو أد مركزي دونيسو إن أد برد حرقانك واحد لسو حريري كرتا تلايفا كهاتن شاشدة إذن كغموغدا أو أه قيمة بلود سومالي تايلورين سكول وكيالا باريغا مقالة لندن قيمة قيمة هابلود تايلورين قيمة هابلود سماني تايلورين سكول أريمها بلشادة هبين كان عاوة وحا أنكسو قادن دونا ما داما لغو دواقي اتحانة دي جي سيس إيغا والدين تالصوماليات قاركود أيا رنتي وحي آدي آد أغا أول والسيهين نتيجة دي إتحان لذا إيو سيدا مركاسي والدينتو أي كسامين لهايير عرورتا لحي يتبنجركا تضوي يتبنجركا دادو ذا أسعطو نولشيو ذا قيب طلبات محي كسامين كران هدي أي مركاسي إتحان لذا سيكون لعين داودي المانتو جمعة أي تهي شن إلا باتنك بيش سيدي ذات إيه سنتك لابدو كون يسدح إلا باتنك سقالك بيش سفر يكون أفر بقول أفرتن الشدة وركينا الناشنال انترناشنال يسو حيدي سوقد من دوران وصاري بلورا سيداد لسعطان ودن كان إنجليسكا أي كوست أوف ليفين كوحاقو يهي مدة وقوع وليسك بضن أو أي دادك كونو الودن كان بلتان أي آدي آد أي كغول والسيهين نولش أياد واحد مودا إني آدي آدي وعلوستهي أو قف وليبا أو مركاسي ودن كان بريتون كنول أي سامين وين أي كويالتي سيبا دادك دقاله دا أو يرا ليتو سيدو كلاش قالب بدن أيا وحا أي شيغيان إن مرارك قاركود أي دانتو أي كو قصبتو إن أي راشين أي أراد سيدان فود بانك أو أغوبها راشينكا لك كينو أو أي مركاسي دكامد وين ee waddanka Ingiriiska ay ku soo deeqaan raashinkaasi
culayska ugu weyn ayaa waxa uu ka jira gaaska iyo korontada guryaha lagu isticmaalo iyadoo mar waliba ay dadku biilashu aad ay kaga cabanayaan maanta ay taariikhdu tahay 25ka bisha 8aad ee sanadka 2023ka ayaa waxaa lagu dhawaaqay qolooyinka loo yaqaan of gym oo inta badan qaabilsan dhanka energy-ga ee waddanka Ingiriiska in ay wax weyn ay ka ogaadaan ayaa waxa ay sheegeen in haatan dadka lacagaha dhiiba ay gaarayso sanadkiiba 2007 iyo 4 baan laakiinse laga bilaabo maanta uu hoos u soo yara dhici doono ilaa iyo 1923 baan waa average waxaan ka hadlayo waa average average waxaa la yiraahdaa qiyaastii ay reerka ay markaas waddankan Britain ku nool ay markaasi energy-ga ay dhiibi karaan guri walba oo ku yaala England, Wales, Scotland ayay arrintani ay wada saameysay oo dhanka energy-ga ah oo dadka aad ay runtii ay kaga cabanayaan. Iyagoo markaas ku aaday xilli runtii ay noloshu adag tahay, iskuulada ay xiran yihiin, caruurta ay guryaha joogaan, korontadu aad iyo aad loo isticmaalayo, sidaas darteeda maanta go'aankani cusub ee qolooyinka energy-ga ay ku dhawaaqeen waxa ay markaasi wax weyn oo ana sidaas ahayn runtii ay ka bedeli doontaa biilasha aadka u ba'an ee dadka ay markaas ay dhiibaan. Reeruhu waxa ay markaasi safe-gareyn doonaan ilaa iyo winterka 151. Qolooyinka FGM-ka ayaa waxa ay ka codsadeen dowladdu in ay yara saacido bulshada oo ay sidii sanadka aynu soo dhaafnay 66 baan ay dadka u siin jireen hadday yara kaban ilaa xilliga winterka ee sanadkani 2023ka inay reeruhu is yara kabi karaan. Laakiinse go'aankaasi weli dowladda ma aysan gaarin oo waxaa ku dhawaaqay oo keliya qolooyinka baara xaaladda nolosha ee bulshada waddankan Ingiriiska siiba dhanka energy-ga ee loo yaqaano of gum. Arrintani ayaa waxaa la sheegayaa oo dhanka energy-ga ee habeenkan caawa ay idin kala hadlayo. Gaaska maanta waxa uu taagnaa qiimo ugu yaraan oo hoos u soo dhacay 7.5 B oo kilo watt-ki bar hour-ka. Meenis qofka waxa uu seefgareynayaa halkii kilo watt-ba ugu yaraan 7.5 B ayuu markaasi uu seefgareynayaa. Sidoo kale korontada ayaa qofka waxa uu seefgareyn doonaa 30.1 pence ayuu seefgareyn doonaa. Waxa weeye under ugu yaraan 27 B ayuu qofka uu seefgareyn karaa laga bilaabo haatan. Qiimaha hore ayaa idin kugu soo sheego ah average haatan waxaan dhiibnaa ayar ahaan baa laga hadlayaa 2074 baan, laakiin waxay laga bilaabo haatan ay noqon doontaa ilaa 1929. Waa reeraha aad ku xisaabtama oo aad uga xisaabtama korontada guriga siday u isticmaalaan. Waxaa dhici karta dadka qaarkood isticmaalka korontada guryahooda inay aad iyo aad ay u badan tahay oo markaasi laga yaabo iswitch waliba oo shidan in lacag lagugu soo jaajgareynayo. Shay alaale shaygii shidan oo habeenka aad ka tagto waxa ay la mid tahay biyaha oo test maanta oo dhan dhahaya lacag baa lagugu soo jaajgareynaya. Marka sidaasi darteeda qofka waxa wanaagsan maalintii intuu hoyga u joogo, siib hadda iskuulada ayaaba bilaabmaya, in korontada inta uu damin karo uu wada damiyo. Telefishinada sidoo kale, frijka waa qasab inuu mar walba u shidnaado. Sidoo kale iswijiyo badan ayaa guryaha ku yaala, iska wada shidan. Waxyaabahaasoo idil at least wax unbad safegarayn kartaa. Sidaasi darteed qolooyinkan waxa ay sheegeen inay tahay sida ugu wanaagsan ee qofka uu markaasi wax uun u safegarayn karo maadaama xaaladda nolosha waddankan Britain ay aad iyo aad u adagtahay loona sii socdo xilligii winterka ahaa ama qaboobaha ahaa oo runtii qof waliba uu og yahay inuu isticmaalayo gaas iyo koronto badan. Sidoo kale waxa ay ka codsadeen bulshada in reer waliba uu safegarayn karo ugu yaraan 141 baan oo discount in loo sameyn doono haddii markaasi directive debit ay ka dhigaan ama shirkadda in ay lacagta si toos ay kala baxdo akoonkaaga. Waa maxay dadka sababta ugu weyn oo ay directive debitka ay kaga carareen? Sababta ugu weyn waxa weeye dadka dhaqaalo ku filan ama lacag ku filan akoonkooda bil waliba kuma jirto. Sidaasi darteeda qolooyinka wax kaasoo dalbanaya ee directive debitka lacagta baxsanaya
أيها وحا مرنك خاركود لغيا با أديقونا أوفدراف أكونك آدان خابين لعقنا إيسان كجرين إلا سووي ديو بنجيق حيليقا سوحا وكو قناحيا كو شن إلا باتن بان إلا إيه سدن بان أيو قفك او قناحا وابنجيه دا مركيسان لعق كجرين أو خلوينك دارك تدبيق إنت لسو قارو أكونك آغن او إمت او يهي سدن بان أيالو قناح ملا تاس أيها وحيك أنتي إن قفك او سن دارك تدبيد او سسمينين قالوا يمكن جاس كي يكون هذا مركب حليه هذا ذن إهن دتك إن سد أحد كواتر كامل سد أحد بلاد العقد بيبه فضلا وحقو قرح بدن إن أدارت الديبت كليته لكن هالشيء بيجواننا هذا يسن أكون كاجر العقد جوكت يسن كوجو جرن حلي جل العقد تر لقى بحسن أيه بنجي هذا وأكو جناحي أرماه بنجي قدتك جناحي تانكيس أدبو وبدنيه هدي أد مركز سأت هاي قف إسهوبا وأكون كي سبيل ولبا أدليس تلعب أم كجرته وحاوي دارك الديبيق أدبو خرح بدية لكن هذا أكتها إن أكون كي بقص الشلم كهاري الدونين دي بنجي وأكو جناحية تاسوا فرق ودحية إنه خفك دارك الديبيق وقاته وستوسي بنجي كي بحسنان إيه خفك كالي سيدو كال هالك الشيء يجرى دارك خير كود وحا إليه أوفدراف بنجي هذا سببت أقوين أقفك أو بدرافك أوي دي السنة يو أما أنت بدن دتك أنا ودن كان أو إيمانا أو بدرافك أوي دي السنة وحوي هدي بيل دق دق وصادعه سي أنا لقو جناحين أو بدرافك مركز لذا هاي واحد وصار أملها دتك اسم لها دت با كريدت كود أد ونكسن دت با كريدت كود أد أحن قفك كريدت كيس ونكسن حلقة يابا إلا إشام بقول إلا إي وان تاوسن بان أو بدراف إنو خبه dadka qaar kood ma balo ogolaado wax la yiraahdo overdraft ma qaban sidaas darteed arintaasi oo daarafta debit ka ah inaad isha ku haysan haddii awoodo in gaaskaada iyo korontadaada laga baxsan karo bangiga waxaad save gareyn kartaa lacag badan oo ay maanta ay ku dhawaaqan ilaa iyo 141 ban ayuu qofka save gareyn kara hadii aad daarafta debit tahay sidoo kale arimaha energy ayaa ku jiraa waxa jiro system aad u qurux badan oo ah habka ee shirkadaha gaaska iyo korontada diiba waddankan Britain ay bulshada ay loo dhaqmaan waxa jir wax la yiraahdo fixed price price aan isbedelin xitaa gaaska iyo korontada haday isbedelaan inta badan caruurtiina u sheega website-yada gaaska iyo gala iyo korontada fixed price ay idin sameeyaan oo aan isbedelin one year waxa la la wixii soo dhacna waa waxaad adiga hubto waxa weey opportunity badan ayay system-ka soo leeyahay laakiin hadaad qabto standard nooc aley yaqaan ama عادي قاه مركي الدولة إسبدش أما وحكة عن أما وحدة عن وحاول مرول بوحد كسرعة أن بالانس أو بيل كذا وحلاقي أبا إنه مر وقاد وقعه مر وقاد وصد مركا وحلاقي له بسيشن ك أما تريفية ديبان كقولين كشركة هذا الجاز ك عرورت أشياء قاد بأجرنايا حتى أنا قوم ساس أفهمين عرورتي رجولك جو أيه توسي إذا دادي هاي سنو good this way ويجانا قرح بدن دا عروت انت ادلش يا كيستان هاي دي كبدلان سيستم كا تريف كا اي غاز كي كورونتا دا استعمالشين بريتش غاز با سميسو شركة ولي با او غاز كا اي كورونتا دا ودن كان بريتن بلشد السيا وا اي ليهين مركا فضلا ديب او قول لابا اكون كاقا سيستم كا دا استعمالشو ايك وح ان كبدل سي اد مركاسي غاز كا اي كورونتا دا قرغا دا استعمالشو او نخدو بريس الله بو او مركاسي دقن هذي كلا بيل سدح بيلود كستا شن بقول لح بقوله بان أي كوسو لعيسى ما نجرين يصير هلك أي العقد هسا أي كاجة تمت وأنا نبك أقول وين قربها نوجها يستا مركا بيلاش أي صاد عن وح كوسو لعيسى ورخد سام ورخد الأخرية ساس أب هذا you don't know وأنا ضفرير وحسابه بظن أي كورنتا مركا قفك ومحس حتى محسابي كرة هلك أي العقد لجاوي دي and korontadan adibis ma lacag badan ba ma estimate ba qofku waa u fududaysanaya sidaas darteed marka waxa weey dadku isma laha dad waxay ku leeyihiin waa u fudud yahay dadna laakiin wax fudud haba yaraato ma jir wax fudud ama wax easy yiraahdo life kama jiro qofka ilaa wixii uu ka ogaado wax easy ama ma dhacayso marka fadlan si gaar qofka waalidiinta ha u eegan hadii aad fahmiin caruurta u yara sheeg yara kartay إلا إن شاء الله طبعا سنقعد بواحد فهمية أدريست هالوجه هجو عرورتا واحد يكسي برانيا سيستم كان ينولشة عصوب أي مركز أي جلد دونان أي جاسكا أي كورنتا
iyo consul taxiska waxyaabahan ku saabsan maalmo dhawayd ayaa waxaan arkayay in jaraa'id kamid ay jaraa'idyada waddanka ingiriiska in dadka qarkood laga qaado consul taxis aan sharciga aan dhigeynin qodobkaas marab hadaan taabto hadaan haddii taabto waxa laga yaabaa in waxyaabo badan uu soo furmaan laakiin waxa jira in qofka uu loo baahan yahay ulajeedada uu weyn bil kasta ku soo dhaca in aad yara eegto si aad u ogaato waxa lagu soo diray inay tahay wax sharciga waafaqsan asxaabta arrimaha dhanka energy-ga halkaas ayaan kaga baxayaa muhiimadda waxa weeye in qof waliba uu eego habka biilasha loogu soo diro iyo sida markaasi loo baahan yahay inaad kaga sii tababshaysato oo xilligii kuleelaha ee waddanka ingiriiska waxa uu ku socdaa gebagabo oo waqtigeedii waaba isbedeleen xitaa salaada ayaa lagu ogaan karaa qofka in uu waqtigu isbedelayo halkii 10 laga dukanayay ayaa haatan waxaa la joogaa 8:07 in maqrib la dukado marka marba haddaad ba aragto in maalin maalinta ka dambaysa waqtiga salaada uu soo yaro go'ayo la soco in winterka la isku sii diyaariyo qof waliba inuu sii diyaarsado waxyaabaha u baahan dukaamada qaarkood ay haatan waxay bilaabeen in ay keenaan jaakadihii qaboobaha iyadoo runta qiimaheed aad u wanaagsan yahay haddii sirta idin sii sheegayo deynna halka la furo dukaamada waaweyn qaarkood waxay bilaabeen dharkii qaboobaha iyadoo haatan aad moodo qiimaha inuu aqli geliya laakiinse marba hadduu winter bilowdo lagana yaabo in qabowgu aad u sii ba'aya qiimaha inuu sii yar kacay marka qofkii sayskiisa garanaya waxaa qurux badan inuu jaakadiisa iska sii diyaarsado dawadiyal maalmaha fudud inuu soo sahaya haddii eebbe subxaana watacaala uu raalli uu ka noqdo waddankan ingiriiska bank holiday monday ayaa jira waa bank holidayga ugu dambeeyey ee sanadkan 2023 laga bilaabo haatan iskuulladii sebtembar ayaa dib loo furaya waa 5 Sebtembar 4 Sebtembar sidaan u malaynayo sidaasi darteeda bank holidaygan ugu dambeeyo waxaa jiro mudaharaadyo ama shaqo ka fadhiisa ay sameynayaan tareenada qaarkood ee waddankan ingiriiska siiba Euston Manchester dadku u socdo ee dooni inay tareenka qaataan sidoo kale Euston to Liverpool Euston to Birmingham sidoo kale dadka u socda Bristol waxya shaqo ka fadhiisiga effect waxa uu ku yeelanaya dad badan oo markaasi doonaya in ay ka yara faa'iideystaan bank holiday-gaani yar ahaatan soo socda laga bilaabo maanta jimca ah waaba maalinta waa inoo dhammaatay sabdiga axadda isniinta talaadada ayaa shaqada lagu laabanaya marka dadka qaarkood waa ay ka faa'iideystaan inta badan dadka waddankan ku nool ama dadka aadka u fahmay nolosha waddankan ingiriiska anaga bank holiday hadaan maqalno waa bank holiday we don't care maba garanayno ulajeedada xitaa bank holiday-gaani loo sameeyey qofka soomaaliga UK ku nool just waxaa laga yaabaa maalintaas naftigeed inuu shaqeeyo oon lacag sidaas lagugu darin waxaa laga yaabaa inaad zero contract tahay oo aad taqasabtay inaad shaqeyso dadka qaarkood waa ay shaqeeyaan oo lacag extra ayaa lagu siiya bank holiday-ga qofka marka waa inuu yara fahmaa bank holiday-yada in ay tahay opportunity loogu faa'iideysto in uu qofka shaqeeya uu ku soo yara nasto laakiin waddankan ingiriiska dadka ku noolo idil waxa weeye majority hadan ka hadlo ma ka hadlayo minority daa anaga dadka u dhashay maalintaas oo kale aad bay kaga soo faa'iideystaan dadkooda ayay u tagaan waa ay ka soo faa'iideen marka qofkii doonay inuu safaradaas galo Euston Manchester sidoo kale London to Liverpool Euston ayaan ka hadlay iyadana Birmingham dadku u socdo tareenada maalinta sabtiga axad qaadan doona sidoo kale magaalada Bristol la dhaho iyadana saameyn ayay ku yeelan doontaa sidoo kale tareenada qaarkood ayaa iyagana waxay sheegeen in ay mudaharaadyadan ay ka qayb gali doonaan يا سلام يا سلام يا سلام لما تدوينا سوماليا دي اكون العالم كوحان اذن كو بشارين اينا ان مقالة دوباي اي ودن كا اسكو تقا امارات كا عربتا هاتن لغا فوري دوكان اي بيا ادوغا كلا دوان رقا هاوين كا سيدو كلا وحيا باها ادوغا اي مركا سيگوريا لغو عرفيو فادو معود وحا اي كتالا اما دوكان كا سيكو كيالا غابتا اي سومالي دو دوكان مدودو اي كوب بدن يهين اي سوخا
دهبك ودو هذا دون يسوي إن أدوجا جوريجا أديجا يحاج جاجبا أي واحد إسكب الدلان أما فسحت كتك تي ودن كإسكو تجا إمارات كعربتا أما أتاي جنع الصدى هذا يسوي إن دكان كذا أو تكسو كرنيسو أدوجا هو ناكسن فضلا لحرير فهذا معود أو مركز سيق مهدو وأهدي أهد أخلي قل ويهي هذا ضبان تاي معلومات إن تاني كبدنا أو كسابسنا فهذا معود فضلا نجلس حرير تلفك هاتن شاشة دا إذا كجمع مغدا فاضل فاضل معود دبي.